تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل أخبارنا في البيت الكبير. يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته المكثفة غدا الجمعة استعدادا لمباراته المرتقبة أمام نظيره التوغولي بعد غد السبت في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث يؤدي الفريق ميرانه الأخير على استاد القاهرة، وهو الميران الذي سيقوده الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ويشارك فيه جميع اللاعبين المختارين، ويتم خلاله التركيز على إجادة اللاعبين للخطة التي وضعها الجهاز الفني للمباراة والاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيخوض به هذا اللقاء الحاسم والمؤثر للفراعنة والذي لا بديل فيه سوى الفوز للتقدم خطوة كبيرة نحو صدارة المجموعة السابعة. في الوقت ذاته يختتم المنتخب التوغولي استعداداته هو الآخر غدا الجمعة بمران أخير على استاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة تحت قيادة مديره الفني المخضرم الفرنسي كلود لوروا الذي استعان به الاتحاد التوغولي لكرة القدم في محاولة لاستغلال خبراته الإفريقية لخروج الفريق من المأزق الحالي الذي يمر به، حيث لم يحصل سوى على نقطة واحدة من المبارتين اللتين لعبهما حتى الآن بالهزيمة من جزر القمر والتعادل مع كينيا، ولذلك يمكن القول إن ظروف المنتخبين متشابهة وكل منهما في مأزق، حيث لم يحصد المنتخب الوطني سوى نقطتين من مبارتين بالتعادل مع جزر القمر وكينيا. ومن هنا فإن كل مدير فني سواء البدري أو لوروا سيسعى جاهدا للخروج من هذه المباراة بأكبر المكاسب قبل لقاء العودة في لومي الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات، ولذلك فإن البدري لا بديل أمامه سوى التركيز على الهجوم لتحقيق هدفه بالفوز، وظروف تعتبر في صالحه بعد ضم 4 مهاجمين هم أحمد حسن كوكا المحترف بأولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد من الزمالك وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف لاعب الأهلي العائد من الإعارة. ويعيش كوكا حاليا حالة من التوهج على الأراضي اليونانية حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في الدوري اليوناني الذي يحتل فيه وصافة الهدافين، كما أحرز هدفا في دوري أبطال أوروبا قاد به فريقه لفوز قاتل ضد مارسيليا الفرنسي. أما مصطفى محمد فسجل 16 هدفا هذا الموسم مع الزمالك بواقع 11 هدفا في الدوري و6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا ليساهم في تأهل الأبيض لنهائي المسابقة القارية، كما كان هدافا لبطولة أمم إفريقيا 2019 تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف. وفرض محمد شريف نفسه مع إمبي في الموسم المنقضي للدوري باحتلاله وصافة الهدافين برصيد 14 هدفا ليتم استدعاء صاحب 24 عاما لمنتخب مصر لأول مرة، كما تألق حسام حسن في صفوف سموحة بتسجيل 10 أهداف. وإلى جانب رأس الحربة يتمتع البدري بوفرة في الخط الهجومي بوجود كل من محمود حسن تريزيجيه ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو والنجم المتألق محمد صلاح، وقد يختلف البعض أو يتفق حول أحقية أي من لاعبي الخط الأمامي في المشاركة أمام توغو في ظل وجود تريزيجي في مركز الجناح الأيسر وأفشا والسعيد في مركز صانع الألعاب بالإضافة إلى زيزو وصلاح في الجبهة اليمنى، ولكن قياسا على المستويات التي قدمها اللاعبون في الفترة السابقة يبدو أن حسام البدري سيتجه للاعتماد على تريزيجي كجناح أيسر بجوار عبد الله السعيد كصانع ألعاب، ولا خلاف حول صلاح نجم المنتخب. وفي رأس الحربة لم تتبين بعد هوية اللاعب الأقرب لقيادة الهجوم، فهل سيتم الاعتماد بشكل أساسي على مصطفى محمد الذي صرح البدري أنه بحاجة لمزيد من العمل، أم سيدفع بكوكا الذي لا يقدم نفس مردوده الأوروبي مع المنتخب؟ وعلى الجانب الآخر كان لوروا قد أكد أن فريقه يعاني قبل مواجهتي الفراعنة بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الفريق قبل حضوره للقاهرة بجانب ضيق الوقت المتاح بين المبارتين،
وأوضح أن هذا أمر غير مسبوق في كرة القدم، خاصة أن الفريق يعيش ظروفا صعبة في المجموعة بالتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة، إلا أنه أكد أيضا أنه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي مصر الأصعب في مشوار التصفيات.